وبمتابعة من جلالة الملك المعظم سطر سمو الشيخ ناصر بن حمد هذا الإنجاز بأحرف من ذهب، حيث حقق المركز الأول في مسيرة سموه في رياضة القدرة الدولية والبحرينية. وسطر سمو الشيخ ناصر بن حمد هذا الإنجاز بأحرف من ذهب، حيث حقق المركز الأول في مسيرة سموه في رياضة القدرة الدولية والبحرينية، وسجل فصلا جديدا من الإنجازات للرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص، ليؤكد سموه بأن القدرة البحرينية هي المسيطرة على العالم في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها سموه والفريق الملكي طوال السنوات الماضية، ليختتم بطولات 2022 بأغلى وأكبر الألقاب المتمثل بلقب بطولة العالم 2022 التي كان من المفترض أن تقام العام الماضي، إلا أنها تأجلت إلى العام الحالي لتكون البطولة الثانية للعالم في غضون أشهر قليلة بعد لقب بطولة العالم للجياد الصغيرة التي فاز بلقبها سموه أيضا في إسبانيا في الربع الأخير من العام الماضي. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات في العهد الزاهري لجلالته أيده الله الداعم الأكبر للرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص. وأكد سموه أن متابعة وحضور جلالته له الأثر الأكبر في تحقيق لقب البطولة هذا العام. وأعرب سموه عن تقديره وشكره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم سموه المتواصل للرياضة البحرينية ورياضة القدرة، مما ساهم في تحقيق الإنجازات المتواصلة للرياضة البحرينية. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن المراحل التي شهدتها البطولة كانت صعبة وقوية في ظل الأجواء التي رافقت السباق من شدة الرياح وغيرها، مبينا سموه إلا أنه تمكن من اجتياز هذه المراحل الصعبة والقوية بكل نجاح. وأشار سموه إلى أن بطولة العالم دائما ما تشهد مشاركة نخبة من الفرسان من مختلف دول العالم، وأن المنافسة على المراكز الأولى كانت مفتوحة وقوية بين الفرسان المشاركين. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستضافة البطولة وإخراجها بأفضل صورة تنظيمية يمثل نجاحا للبحرين أيضا، معربا سموه عن سعادته الكبيرة بالمستوى التنظيمي الذي رافق البطولة، ويؤكد على ما تتمتع به الإمارات من كوادر مميزة قادرة على احتضان البطولات الكبرى. هذا واستطاع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من الفوز بلقب بطولة العالم متفوقا على نخبة من فرسان العالم، حيث فرض سموه هيمنته على المراحل الست التي شهدتها البطولة وسط منافسة قوية ومثيرة مع فرسان الإمارات والأوروغاي وإسبانيا، حيث أنهى سموه السباق بزمن وقدره 7 ساعات و36 دقيقة و39 ثانية. هذا وحرص سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على متابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة طوال مراحل السباق، حيث كان لحضور وتشجيع سموه أثر كبير على مساندة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، وقدم لسموه التهاني بهذه المناسبة.